طيب تعالوا نروح لهذا الخبر، وإن يبدو خبرا فنيا ولكن خلينا نعرف القصة إيه. رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوة التي تقدم بها ورثة الفنان الكبير أحمد زكي ضد الكاتب محمد توفيق مؤلف كتاب أحمد زكي 86. وكان ورثة الفنان أحمد زكي قدموا وحركوا دعوى قضائية من شهور ضد مؤلف الكتاب بسبب ما وصفوه بمعلومات مغلوطة في الكتاب على حد قولهم. خلينا نعرف التفاصيل إيه، ونعرف الكتاب إيه، وإيه المشكلة بالظبط كده، ونشوف كمان البراءة اللي حصل عليها الكاتب محمد توفيق. خلينا الأول نقول له مبروك الكاتب محمد توفيق مؤلف كتاب أحمد زكي 86، مبروك البراءة ومساء الخير. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا جدا. اولا قولي يعني البراءه كانت من ايه، يعني ايه التحفظ اللي كان موجود لدى ورثه الفنان احمد زكي؟ اولا يعني هو ورثه الفنان احمد زكي اللي هم اخواته يعني من والدته الله يرحمها رفعوا دعوه، ويعني كتبوا ادعاءات كتير في الدعوه دي، انه يعني الحقيقه يعني مغلوطه دي ألطف تعبير حضرتك استخدمتيه، لأن هم كانوا وصفين أوصاف يعني صعبة شوية، إنه الكتاب فيه بيفين أحمد زكي وبيفين والدته وهكذا يعني، وبالتالي فإحنا بنروح لمساحة يعني تخض شوية في التوصيف اللي في الكتاب. تمام. وده كان يخليني على مدار الست شهور اللي فاتوا اللي هو فترة التقاضي مش قادر أرد وأتكلم، لأنه في النهاية أنا هعبر عن وجهة نظري. بينما أنا الحقيقة كنت منتظر رد القضاء عشان يبقى في حيثيه واضحه للمساله، ما نبقاش كلامي قدام كلامهم. وهل هم كانوا شايفين انه يعني يعني بما حضرتك وصفته بانه ما زارش والدته يعني وهي كانت مريضه، هل ده كانوا شايفينه انه يعني الحاجات دي بتبقى حساسه في العائلات؟ يعني انت كان ردك ايه؟ يعني من اين مصدرك لهذه المعلومات؟ بص، احيانا في حاجات هم ذكروها هي مش في الكتاب، يعني هو الكتاب ما فيهوش الجزء ده اصلا، لان الكتاب سنه 86 فقط. تمام. هم قالوا الكلام ده في الاعلام، لكن هو ده مش في الكتاب اصلا خالص. يعني خالص الكتاب يعني احمد زكي 86 فقط. انت بتحكي عن حقبه 86 فقط. بالظبط بالظبط، وعن السنه دي وتاثيرها في تاريخ مصر. والحقيقه ده الكلام اللي كان واضح جدا في تقرير خبير المحكمه، لانه المحكمه انتدبت خبير متخصص في الملكيه الفكريه دكتور، وهو يعني اللي كتب تقرير فني 62 صفحة عن القضية، قال فيها الحقيقة كلام مهم مش لمحمد توفيق ومش للكتاب بتاع أحمد زكي، لكن لكل كتاب مصر. تمام. إنه أهمية الكتابة عن الشخصية العامة، لأن هما برضو كان من الحاجات اللي هما دافعين بيها إنه إن ما يحقش الكتابة إن أنا أكتب عن أحمد زكي إلا بالرجوع للورثة وبإذن كتابي منهم. صحيح. لكن اللي طلع في الحكم بقى، والحمد لله انه الحكم يعني لصالحي، انه ده وده مكتوب في، يعني انا هقرا حضرتك من تقرير خبير اللي انتدبته المحكمه: الفنان احمد زكي شخصيه عامه، ويحق لاي شخص الكتابه عنه شريطه عدم تعمد الاساءه. تمام. وبرضه قال الخبير: الكتاب ينطق بحب الفنان وابراز موهبته الاستثنائيه وعلاقاته بمحبيه من اهل الفن والاعلام. وانا بقرا لحضرتك من نص. تمام. يعني الكتاب في صالح الفنان احمد زكي. تماما. بالظبط. وانه الكتاب ليس سيره ذاتيه للفنان احمد زكي، وانما يؤرخ لحوادث مصريه عاصرها الفنان. تمام. ده وصف وهذا الكبير. من حق الكاتب يعني ايه؟ يعني زي ما احمد زكي قدم الفيلم مع الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن عن حقبه الزعيم جمال عبد الناصر اللي هي ناصر 56، انت برضو عملت فكره انه احمد زكي 86. بالظبط كده بالظبط كده. وهي كمان فكره احنا مبدعينا القيمه الحقيقيه حفظنا نكتب عنهم، يعني صح. يعني انا مثلا في ناس بتسالني بتقول لي لا والورثه وهكذا، طب انا هقول سؤال بسيط للناس كلها عشان الناس حتى تبقى مدركه قيمه القضيه لانها مش شخصيه. لو احنا الفنانه العظيمه ام كلثوم طبعا اهم مطربه في تاريخ مصر وربما في تاريخ البشريه. صحيح. لو احنا يوم ما ماتت قررنا ان احنا ما نذكرش اسمها تاني، وانه صورها نخفيها لانه ما ينفعش تظهر لانها ماتت خلاص. لو اتعاملنا ده مع كل الفنانين في تاريخ مصر. لا طبعا ما ينفعش. هتفضل عايشه دلوقتي اكتر، يعني يعني ام كلثوم مثلا عايشه دلوقتي زي ما كانت عايشه. صحيح. بالعكس، دي هي عايشه وهي
بعد رحيلها باكثر من 50 سنه. صحيح، أكثر لان من احنا بنحكي عن كل التفاصيل، بنحكي عن مواقف، عن رؤيه، عن ابداع، عن اشياء كثيره جدا ربما ذكرها الفنان مثلا في مقالات، في لقاءات، ولكن تجمعها بيدي فكره ثانيه خالص. صحيح طبعا، صحيح يعني. خاصه لما يكون الهدف الرئيسي من الكتاب هو ابراز موهبه الفنان، يعني طبعًا. انت طول الوقت الفكره كلها، اولا الفنان ده مش في الفراغ، انا ربطه تحديدا في الكتاب بتاريخ مصر. صحيح. وليه احمد زكي 86 تحديدا؟ انه مصر شكلها بيتغير وبيبتدي يبقى احمد زكي النجم الاول، فالمساله كمان مش شخصيه خالص، يعني هي المساله ليها علاقه بيه ان احنا ازاي نعرف المبدعين. ازاي في نجم كمان مع التغير اللي حصل في مصر، في نجم بيظهر نتيجه هذا التغير. بالظبط كده، بالظبط حقيقي يعني. لا انت طبعا بتكلم يعني واحده عارفه كويس، انا عشت مع فنان وكان في كتاب عن فنان، فانا عارفه كويس قوي قد ايه الفنان. لو حضرتك كاتبه كتاب يعني صحيح، والكتاب برضو يمكن انساني واخد حاجات معينه، فانا اقدر. خليني اقول لك مبروك، تبقى الكلمه حره ويبقى الفكر عايش طول الوقت ويتحدث عن مبدعين. بشكرك وخلتني دلوقتي حريصه، انا عايزه اقرا الكتاب، اشوف احمد زكي 86. وخلينا مره تنورنا هنا ونعمل بقى يعني تحليل للكتاب ونتكلم ونقول لك راينا كمان يعني بإذن الله. بشكرك جدا الكاتب محمد توفيق بعد براءته من طبعا التهمة اللي كانت موجهة لي، أو يعني ما كان من ورثة الفنان أحمد زكي، كان عندهم قلق ولكن كانت البراءة. والكتاب بعنوان أحمد زكي 86 بنقول لك مبروك.